لنعمل الكيك السحرية بالكريمة نحن بحاجة ل كوبين من الطحين، 4 بيض، بدنا فانيلا، 3/4 كوب من السكر، 3 معالق صغيرة بيكنج باودر، 3/4 كوب حليب، 1/2 كوب زيت، وربع كوب كاكاو. أما للكريمة فبدنا 3 أكواب حليب، 3 معالق كبيرة سكر، و 3 معالق كبيرة نشا، و 3 معالق كبيرة بشر البرتقال. شوفي، أول حاجة هناخد الحليب اللي عندنا، هنحطه على النار. هو بس يعني هسيب شوية أدوب فيهم النشا. وين الشوية طيب؟ أهم. سبتي يعني؟ خلاص. هنا أهم. لا فكرتك حطيتيهم كلهم. لا خلاص، هحط بس معاهم السكر. اوكي. وهحط معاهم بشر البرتقال. بتعرفي انه هيك لحاله زاكي؟ ودول هيعمل هيعمل ريحه بتجنن. هنخليه على النار بقى كده شويه يسخن. في الوقت ده انا هاخد بقيه الحليب اللي عندي وهدوب معاه النشا اللي عندنا، وطبعا على البارد. حساها كيكه زاكيه. لذيذة، بسيطة. بسيطة بس لذيذة، و يعني بينفع يعملوها كمان المبتدئين، هينبسطوا بيها يعني. بس دلوقتي هنخلي ده على النار بس لغاية ما يبتدي يسخن يغلي، ساعتها هضيف له النشا علشان ما نضطرش، يعني لو حطيناه من الأول برضو صح نحرك. بس هنضطر نحرك. دلوقتي هناخد الكيكة بتاعتنا عشان نعملها، هناخد البيض والسكر مع بعض. اوكي، ونحطهم في العجانه. يلا خدي راحتك انت بالعجانه. طيب هناخد دلوقتي الكاكاو اللي عندنا، هنحطه مع الطحين. طيب حطينا هنا البيكنج باودر والكاكاو اللي عندنا، هناخد دلوقتي الزيت ونضيفه على البيض والسكر اللي في العجان. الزيت اهو. طيب انا رايحه احط الطحين والبيكنج باودر والكاكاو مع بعض، هحطهم بالتناوب مع الحليب. اوكي خلاص. بس الاول هنحط الفانيلا كمان مع الحليب. حطينا بيض. يلا تمام. يلا غاده عم تحط بالتناوب هلا الطحين. هحط كده نص الكميه تقريبا، ودايما معانا سباتولا عشان نتاكد من الجناب. اهم شيء والقاع بتاع الخليط بتاعنا. حطيت نص الكميه وهخلطه. ده ابتدى يغلي هنا، هنعمل ايه؟ هناخد الخليط بتاع بقى النشا. أيوة. والحليب اللي عندنا، بس نوطي شويه النار. هلا بنحطه عليها. نحطه عليها ونقلب، واحنا بنحط لازم نقلب. نقلب طبعاً. على طول. وكده الكيكه برضو عندنا هنا خلصت خلاص. أيوة. بس بقيه الخليط والحليب كده احنا خلصنا كل حاجة. هناخد بقى دلوقتي الخليط بعد ما نتأكد ان هو مخلوط طبعا كله كويس. خلاص، بس انت عارفة انا هجيب الصينية الأصغر. خدي راحتك، علشان هي عايزة صينية تكون يعني 22. تمام. اوكي، هناخد بقى الكيكة، هنحط هنا الخليط بتاعنا. وبعدين هناخد يا ستي كده، ممتاز اهي. هناخد دلوقتي الخليط الحليب بقى اللي احنا عملناه وهنحطه، فانا بحب احطه دايما في يعني بيبقى ارتب لما بيتحط في كيس الحلواني. طبعا 100%. ولازم يكون طبعا برد شويه، عشان كده احنا يعني كان من مصلحتنا ان احنا نستنى شويه على الخليط. شايفين هو يعني نوعا ما طريه، يعني الخليط بتاعنا نوعا ما طري، مش ماسك قوي. تمام. اوكي. طيب هنجيب مقص بقى او سكينه، يعني مش مشكله. انت بدك عشان ما يطلع على الاطراف. انا عايزاه بس في النص. شايفه؟ فانا هاخد دلوقتي دي كده وبس في النص. بحطه كده.
ومش عايزة اوصل للاطراف، يعني احنا كده وفي النص. حلو. هاخدها بقى دلوقتي واحطها على درجة حرارة 180. اوكي. واسيبها لغاية ما تستوي. بتقعد تقريبا يعني 45 دقيقة. 45 دقيقة.